مع حلول فصل الربيع بقسنطينة، تتحول المنازل إلى حدائق تفوح برائحة مستخلصات الزهور والورود، أين تحيي العائلات عادة لازمت المدينة منذ قرون، وهي عادة التقطير. وعلى اختلاف الروايات في أصل العادة، إلا أن الكثير يميل لقصة شجرة الزهر التي قدمت كهدية من صيني لعائلة في منطقة حما أبو زيان، وذلك تحديدا سنة 1620، ما جعل المنطقة اليوم مصدر تمويل رئيسي للحرفيين خلال موسم الربيع بأجود أنواع الزهر والورد. أنا في موسم ربيع، شهر تقطار، زهر وورد. اليوم رايحين تعيشوا معايا عادات وتقاليد ناس قسنطينة في تقطار الزهر والورد. على بيها كل من عدي والحمى لقيوها تفوح بالزهر، سيختو في الربيع. وتم بدات مشات العادة هذه من بلاد مثل كما نقولوا عنابة، قسنطينة، سوق هراس، محافظة عليها أبا عن جد. والشي اللي تعلمت وانا من عند ما ربي يرحمها، جدتي كانت ديجا تقطر من قبل زاد تما، وكملت انا هاد العاده. كنحي من شجره سجيه في الغربال اللي يقولوا هو سيار، كيما دركا سجيته في سيار وكيلته في سيار وقدمته لكم هكا، ثم يعني هذا هو غربال. وبالحديث عن طريقة التقطير بمثل هذا الموسم، فإنها ترتكز أساساً على أداة القطار النحاسي والكبة أو الحزمة من الزهر والورد، معتقدات لها مدلولات خاصة لدى الساكنة. على غرار حبة سكر قبل البدء توضع أسفل القطار مع إشعال البخور تفاؤلاً بيوم جميل، وحفنة من الملح توضع أسفل الموقد حماية لأهل البيت من العين والحسد. ونوجدوا له يعني من قبل هذا القطار، الكسكس تاع القطار، ويعني ويكون يعني فرحة كبيرة يعني باش نقطروا الزهر. نبدأ بالزهر هو الأول، نوجدوا له المغلفات ونوجدوا له السول نتاعو كامل. يعني واللي ما تعرفش يعني للتقطار لازمها تكيل، تحط الماء وتكيل حتى للمرفق، يعني يدها تدير تطبقها هكا وتكيل الماء حتى للمرفق. ونحطوا له الكبه تاع الزهر، والزهر هذا يعني نشريوه نقولوا مثلا من الحامه ولا من الغراب، وننشروه على الدروات. يعني نوجدوا له كاينني موجدين العرس، نوجدوا له الدروات نتاعو يكونوا بويض، وننشروه ونفرشوا له الدروات، وننشروا هذاك الزهر يعني نهار ولا يومين من قبل باش نحطوه يتقطر، يعني ما نقطروهش من الشجره ديالك. ونشريوا له كذلك يعني نجيبوا الحبات نتاع الليم والعنبر والبخور، يكون يعني النهار اللي نعودوا رايحين نقطروا القطار ما يتحطش تاع روحو هكاك، نديروا له الطمينه ونبخروا له بالجاوي ونصليوا على النبي ونكونوا فرحانين بهذاك، يعني باش ربي يبارك لنا فيه. ويعني كي نقطروا نزيدوا نمدوا حتى الجيران والفاميليا، ويعني ونكونوا فرحانين وحد الشيء عجب. هذا وتقوم المرأة المشرفة على تقطير الزهر أو الورد باستخدام مكيال الكبة بالغربال الواحد بغرض إنتاج قارورتين من الزجاج للمادة المقطرة تعرف بالعامية باسم المغلفة. ودروك نحكي لكم على طريقة تقطار زهر وورد. واليوم عندي زهر، الزهر تاعو نسجي طنجرة، نسجيلو بخورو، نسجيلو طمينتو، نسجيلو المغلفة تاعو سجيها له، نسجيلو نابخو نغطي نستر هذيك المغلفة مهما كان من العين. يدي في البومة نحط لها الماء حتى البواني، ونقولي نحط الزهر بشوي بشوي ونسميو ديما ديما نقولو حتى
ربي يبارك. كي نحطوا الماء خلصوا نحطوا الكسكاس تاعها وكسكاس اشاك فوا نبردوه به لافابور هذيك تعطينا تقطار هذاك هو التقطار تاع الصح تحكم تحكم تهز الغليه قولي واحد الساعه هكا كي تهز الغليه نبداو نقصوا واشاك فوا منين يسخن الماء اللي فوق الكسكاس نبدلوه. المغلفة هذه كي توجد هي تقطار يحكم مدة تاعو ثلث سوايع وحنا نتفقدوا فيه رايحين جايين تفقدوا في الماء تفقدوا في بردوه اشاك فوا نبدلوه اشاك فوا ملي لقاه سخن نبدلو راس القطار وله يقولوا له كاين راس القطار وكاين الجر. راس القطار يعطيك كيما قيمة هذه المغلفة هذه هي المغلفة هذا هو راس القطار وزيد وراها قرعة جر ونجر هذاك نخدمو بيه نديرو بيه القش نديرو بيه فراشنا نرشو بيه دارنا به تفوح بريحة الزهر. أجواء تقطير الزهر والورد لا تكتمل إلا بصينية حلويات تقليدية تشرف على تحضيرها حرة من حرائر قسنطينة ترتكز أساسا على الطمينة البيضاء المصنوعة من السميد وكذا العسل وزبدة البقر وتزين إما بالزهر أو الورد مع العلم بأنها توضع بقطع صغيرة جدا بالقرب من قدر القطار على غرار السكر كما ترش أيضا ذات الأركان برأس القطار. استخدام الزهر والورد كل واحد عنده طريقته وكل واحد فاش نستعملوه. عندك الزهر نستعملوه في الحلويات نحطو يعني جست ما كيما دوك قطرنا قطرات الاولين نحطوهم في المرش نرشو الدار. بكري كنا القش يخسروا بيه يدوشوا بيه الاولاد كي كنا في ديار عرب كي كانت دنيا والناس ملمومه ولا تقطار يحوسوا ليها قعده بها بسينيتها وشيها. بالنسبه للورد الورد ثاني عنده دوره للطمينه. الورد كي يجي نقولوها مثلها الخطابه يدخلوا يطلبوا ماء يشربوا نحطوا له قطره من الورد به يشربوا فيه. الورد عنده دور ودور صحي. الزهر كذلك ثاني يعني نستعملوه بزاف في القهوه قهوتنا يعني صينيه العصر قهوه العصر بلاشي زهر ما تحلاش يعني لازم انا المرش نتاع الزهر لازم يكون في الصينيه. قهوه العصر هذه يعني ثاني نعطيوها معنى كبيره والعائله كامل تستنى يعني في الوقت نتاع قهوه العصر. قهوه العصر يتلموا عليها الفاميليا والوليدات المراه وليداتها ولا نقولوا سلافاتها جيرانها يعني الزهر هذا يعني يتشم من بعيد لان كانوا الجيران يعني المراه تعدي على الجاره هذيك تقول لها يا وقيله طيبتي القهوه وريحه الزهر راني نشم فيها يعني تقول لها والله غير تجي وصينيه الثاني كذلك يعني هذاك المقروض العزيز والتاويل اللي ما عندها دير مقروض تاع المقله ولا مقروض نقولوا تاع الكوشه ويعني كانت الناس عايشه وفرحانه لشتات ما عندهمش وهكاك وكانوا زاهيين والقلوب كانت فرحانه. هي عادة إذن بعمر قرون لا تزال راسخة بمدينة التراث والتقاليد قسنطينة. حرفيوها وساكنتها مجندون عند كل ربيعة للحفاظ على تقطير الزهر والورد مع كل موسم.